يا اسمر، انت وحبيتك وين بيتك؟ يا حلا يا حلا، سري بس في منك على الجنوب؟ على رمشة بتمشي. لا مش انت، هو يسلم لي برمي تزيدك. عزل ولا يهمك، وقعدي حبي وانا بلمك. لك جمالك فقش تقش. هاي حلو جسمك، شو اسمك؟ ايش هالجسد يا أسر؟ انا حلو راسك، وين قاسس؟ قلتيش مش كلمة بالتم. حملت مغامرات سلوى لمكافحة التحرش الجنسي. It's a campaign against sexual harassment initiated by the Adventures of Selwa, which is a Nasawiya initiative. Basically, some comments we receive, yani, why you are very serious about it, you know? But this is a serious issue because it makes us as women not comfortable with our bodies, with how we look, and sometimes it restricts our freedom of going out to the streets, and it's threatening, and we are not taking it as a game, you know. It has to stop. هاي حلو جسمك، شو اسمك؟ مين اللي ما بيقبل اللي هذا فكرة؟ مين؟ يا اسمر، انت وحبيتك، انت وحبيتك وين بيتك؟ شو عن هاي؟ هاي شي يعني اول مرة بنشوفه، كثير منيح منيح. هذا المشي بصير بتسلى يعني. شو هيدي؟ هذا قبل يا عمي، هذا عم يعملوها بطرقات يا عمي. عيب والله، عيب. حلوة هاي، كلها نكت حلوة هاي. شي مزبوط، مغامرات سلوى، فكرة كتير حلوة. لازم ليك يعملوا اشياء ليوعوا الشعب، لا يعمل عزل ولا يهمك وقعد يحبوا من تربية البيت. بيجي مش منيح لنا للبنات، ونشوف ليه لازم نقاوم. نحن نشتغل بعرس جميلا، نحن رايحين على البيت او جايين، الا بصير في هيك اشياء ما بنعطي مجال جميلا. يعني اوقات تطلع مهضومه، بس كثير في اوقات بيزعجوا وبيضلوا يلاحقوا البنت كذا، مش حلو اذا ضلوا هيك يعني. بديح والله. لا لا لا، شغله مش مهمه هيدي ابدا، الله بيقبلها. اكيد مشكله بالبلد، اكيد لازم نعالجها هيدي الشغله. عايشين بخوف نحن. مشان شو التلطيش يعني؟ هدول بيكون ما فيهم هذا مخ، قديش بشوفها صعبة عليه، بهين عليه اخته تكون واقفة على الشارع ويمرق واحد يلطش له هي. هيدي يا حلا يا حلا، سري بس في منك عالجنوب؟